الله مشاهدينا ومتابعينا من قناة زاكروس، مثل ما عودناكم أكيد بحلقة جديدة من برنامج هاي شباب، وأكيد مساكم فل وعافية عليكم، وأكيد نرحب بكم بأهم الفقرات والتفاصيل من هذا البرنامج، وأكيد نرحب بزملائي علي وملاك وإليا. يسعد مساك يا رونق، حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة زاكروس الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج هاي شباب اللي راح نتناول من خلالها كل ما هو جديد ومتنوع، فخليكم ويانا على مدار الساعة المقبلة. وأكيد إحنا اليوم سعيدين بوجود رونق وإيليا وانضمامهم العائلة هاي شباب. إن شاء الله بداية موفقة يا ربي. إن شاء الله. مساء الخير عليكم زملائي، نطل عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة زاكروس الفضائية من خلال شاشتنا الجميلة وضيوف أجمل لنشارككم رحلة ممتعة بفقراتنا. ومساء الخير عليك يا إيليا. أهلا ملاك، أهلا بعلي ورونق، يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا. مثل ما عودناكم فقراتنا عديدة ومتنوعة، خلونا نشوف أكثر ونتعرف لكن بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، لازلنا مستمرين وياكم فقراتنا، ولابد أن نستعرض فقرات حلقتنا لهذا اليوم، والفقرة اللي عندي هي فقرة لايت اللي راح نتعرف من خلالها عن التسويق الرقمي. وأكيد إحنا بمساءنا هذا الجميل راح نستقبل أيضا فقرة رسالتي، وهي خاصة بالمتزوجين الجدد. أكيد نعرف المتزوجين الجدد شوية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية تأثر على بعض القرارات، وأكيد حتى يكون زواجهم ناجح لازم يكون عندهم فد معرفة مسبقة بأهمية الحفاظ على العائلة. وكذلك يا رونق، فقرة شباب ميديا راح نتعرف من خلالها عن أبرز محتوى إيجابي صنعه أحد الشباب، وكذلك الأخبار اللي تهم الشباب. أما فقرتي ملاك عن أحد المواهب الشابة وكيف قدر يوصل لطريق النجاح والشهرة، تابعونا بعد الفاصل. أهلاً ومرحباً بكم من جديد، والآن وصلنا إلى فقرة قصة نجاح. ضيفنا لهذا اليوم يا علي تميز بالتصوير الفلكي وكذلك الاهتمام بالعالم الساحر من الكواكب والمجرات. وأكيد مصورنا محمد علاء أبدع في تصوير لبعض الكويكبات الصغيرة، وتعتبر تجربة ناجحة بمجال التصوير وأيضاً بمجال الفلك. وأكيد متحمسين لتعرفوا مين ضيف حلقتنا خلال اللقاء اليوم، خلوكم معنا بعد الفاصل. عدنا معكم أعزائي المشاهدين من جديد وبفقرة قصة نجاح، وضيفنا لهذا اليوم هاوي ومصور فلكي وراصد للنجوم والكواكب. خلينا نتعرف على ضيفنا محمد علاء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ست. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، نورتنا. الله يخليك نورتنا. بداية عرفنا عن نفسك. إن شاء الله. كبداية أول شيء أحب أشكر قناة زاكروس على استضافة هذه الجميلة، وشرف إلي أنه أكون بهذا البرنامج. أهلا وسهلا. الله يسلمك. كبداية أنا محمد علاء من بغداد، عمري 29، اختصاصي مهندس كهرباء. ومهنتي بالاتصالات، اشتغل وراها اتجهت لهوايتي اللي هي مصور فلكي، تصوير الاحداث الفلكيه. حلو. نعم. طيب انت مهندس كهرباء، نعم، ايش جابك على علم الفلك ورصد النجوم والكواكب؟ اي نعم، هاي اكثر السؤال يجيني اكثر من مره. يعني قسم الكهرباء بعيد عن كلش الهوايه هذه بالضبط. هذه يعني من كنت صغير محل والدي كان اكو حدث فلكي، مو حدث فلكي العفو، فحدث لشخص يقفز من طبقه الستراتوسفير، ثاني طبقه من طبقات الارض، عن طريق كبسوله والبالون الهيليوم. هذه من قفز، قبل ما يقفز كان فاتحين لايف، فانا تابعت ب 2012، تابعت هذا الحدث. يعني هو الشخص من صعد لهذه الطبقه، انه منطقه سوداء ظلمه، كل ظلمه، من ديباوع اللي جوا زرقاء، فشلون قفز وعلى شنو اعتمدوا بالضبط، وليش هذه المنطقه سوداء؟ فانا ظلت اتساءل. صار عندك فضول. بالضبط، صار عندي فضول كلش قوي انه ليش هذه المنطقه سوداء وشنو وراها اكو اصلا. فاني اتجهت وراها، بدأت اسال بعض الاشخاص اللي مهتمين بهذا الشيء قبل ما اني اهتم بهم. طيب. فاتجهت للتصوير الفلكي اكثر شيء، للكواكب بلشت بها، القمر، شغلات الاجرامات اللي قريبه علينا، وبدأت مسيرتي هذه. بعدين توسعت. بالضبط، بعدين توسعت. حلو. نعم. طيب زين، اول حدث فلكي تتذكر انت صورته؟ حدث فلكي عبور كوكب عطارد امام قرص الشمس. هذه يعني انا كنت هم من صغير صورته بتلسكوب كيتس مال اطفال. طبعا هو تصوير الشمس كلش يعني مهم، انه ما نقدر نصوره بالتلسكوبات الا لازم فلتر خاص
حتى يمنع يحجب الاشعه الشمس بالضبط حتى لا يثقب العين لا تتاذى. واني كان ما عندي هذه الادوات، جبت هذه مال ماكينه الحيم، يمكن اكيد كلكم تعرفوها تمنع هذه الاشعه ولو شيء بسيط. صورت بها، بس بنفس الوقت صار اكو فتح حدث بالتلسكوب انه التلسكوب ماع، اكو واحده من العدسات يعني ماعت العدسه مالته وعطب، انا دابا فشي دخان دا يطلع، هو لا كهربائي ولا شيء، هو مجرد انا حركه. بعدين من 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 فصخته لقيت انه من جوا العدسات النايلون مايعه، لان انا ما استخدمته بشكل صحيح. بس المهم اهم شيء اكيد كنت بالبدايه وما تعرف بالبدايه بالضبط. بس اهم شيء صورت الحدث الفلكي اللي هو كوكب عطارد صار امام قرص الشمس. شنو كان شعورك ما صورته؟ طبعا هو بتمو الساعه 2 الظهر كلش حاره وبالسطح، يعني اللي يشوفني يقول هاي ليش عنده فوق حاره كلش. كلش انبهرت بي، يعني كان تحدي بالنسبه لي كبدايه كلش كبير، تلسكوب بسيط كلش يعني كبير، تحدي كلش كبير كان. جميل جميل. طيب شنو هي المعدات اللي تعتمد عليها بتصوير الظواهر الفلكيه؟ نعم هي هواي اكو معدات، كل كاميرا تصور واحد، كل تلسكوب يصور واحد، بي هي بعد بؤري وفوكال لينث، هي هذه هواي مصطلحات، بس انا راح اذكر لكم شيء بسيط. تلسكوب عندي. زين ليش شيء بسيط؟ ليش ما تذكر لنا اياه؟ وهي تفاصيل ممله يعني، يعني هواي شغلات، اكو شغلات ممكن بها مصطلحات لازم بالانجليزي اقول لكم، بس البعض ما راح يفهمها، لان طيب. لازم بس الشخص يلا لا عاد احكي لنا شيء بسيط. شيء بسيط راح احكي لكم. التلسكوبات اللي هي كبيره تصور ممكن الكواكب والاجرام اللي هي القمر، اقرب جار لنا القمر. اما طيب. التلسكوبات الصغيره اللي تصور الاهداف الكبيره اللي هي المجرات، السدم والغازات، الغبار، السدم الانعكاسيه، سدم هذه السدم كلها اللي موجوده هسه حاليا بالكون. حلو. نعم. طيب زين شلون تجهز نفسك حتى تصور رصد فلكي مثل الكسوف او الخسوف؟ اي شلون يكون تجهيزك؟ تجهيزي لازم قبل كم يوم، والله مو قبل كم يوم، اكثر من قبل اسبوع تقريبا، حتى احدد مسار الخسوف او الكسوف وش وقت يبدي بالضبط وباي تلسكوب لازم اصوره وباي عدسه وباي كاميرا، والوقت لازم كلش مهم. فهذه اشيكها كلها، والطقس اهم شيء الطقس عندنا، لان الغيوم يحجب هذا الكسوف والخسوف. صحيح. الكسوف ممكن حتى لو اكو غيوم ممكن نقدر نرصده. نعم. غيوم شيء بسيط، بس الخسوف لا، يعني يحتاج جو صافي، يعني اشيك قبل اسبوع وبعدها اتجه الى الاجهزه. الوقت يعني هم اكو وقت محدد مثلا؟ اكيد اكيد وقت محدد، عندي فد برامج معينه او مواقع خاصه. نعم. انه يذكر لي بعد مثلا كذا يوم راح يبدي الخسوف، بس ما يعطيني تفاصيل دقيقه، لازم انا اتجه للبرامج مالتي احدد التوقيت مالته بالضبط شو وقت تضل تنتظر ارصدها بالضبط. نعم. طيب احكي لنا على التحديات اللي تواجهها خلال التصوير. هي بصراحه يعني ماكو فد تحدي معين، انا هوايتي كلها تحدي. يعني اكيد كلها تحدي. صح. من بدايه الحدث الفلكي اللي قلت لكم عليه، قرص العفو العطارد صار قدام قرص الشمس، والى الان هذا كله تحدي، تصوير المجرات، السدم، ولو بشيء بسيط، بس هذه طلعت بنتائج، وحتى صوري يعني اختاروها مجلات عالميه، ايرث سكاي، ما ايرث سكاي، هذه كلها اختاروا صوري من افضل الصور اللي بكذا تاريخ معين يعني. جميل. نعم. طيب احكي لنا عن تحدي مثلا، موقف صار وياك اثناء التصوير. هي طبعا المغامره، هي احنا دائما نروح بالصحراء. الصحراء يعني ما بها العفو بس الحيوانات. فاكثر موقف صادفني انه ذيابه، 3 ذيابه كانوا جماعتي طابخين برياني وما ادري شنو، 4 اشخاص احنا التموا بالضبط من فتحوا الجدر، يعني هم اللحم، ريحه اللحم يتطشر بكل مكان. صحيح. خاصه الذيب ريحه الشم مالته العفو كلش قوي. حاسه الشم، فهنا يعني اسمع صوتهم وقريبات وعيونهم تلمع، هذا اكثر موقف كان مخيف، كلش مخيف، وانتبهت انه ما بيدي اي شيء، بس جماعتي رحنا بعد ماكو شيء بالضبط. حتى اترك التلسكوبات وعبورة. اي فهذا اكثر موقف كان يعني. طيب شلون خلصتوا منه؟ تخلصنا منه يعني شمرنا عليه شيء اي شيء، بس المهم هو يخاف اكثر شيء من ريحه البارود والفحم. اكيد لازم الحطب. تكون عندكم معلومات قبل لا تروحون المكان. اكيد اكيد لازم، يعني نسميه المشط المكان قبل. أيه ما نوصل له، قبل يوم قبل اسبوع تقريبا نروح له نكشف المكان. جميل. نتاكد منه بالضبط. هل هناك حدث فلكي معين او ظاهره معينه انت كنت تعتبرها هذا تحدي كلش كبير وصورتها؟ اي يعني ممكن المذنبات كان تحدي هم من قوي، لان يعني المذنبات دائما تكون قريبه من الشمس. فالشمس العفو المذنبات تكون قريبه من الافق وقريبه من الشمس، فهذا اكثر تحدي. الافق احنا عندنا كله تعبان. نعم. بغبار وغازات. غبار يصعد لنفرض 45 درجه او 30 درجه،
فبهاي المنطقه اللي يكون مذنب بيها. فهذا كنت اصوره باجهزه نفس هذه الاجهزه اللي تشوفوها قدامكم، بس كانت هم تحدي قوي يعني خاصه المذنبات. حلو. تقدر تشرح لنا عن التلسكوب اللي انت تستخدمه؟ اكيد اكيد. هذه اللي فوق، هذه كاميرا نبدي بالكاميرا، هذه طيب. الكاميرا اللي فوق الحمراء هذه كاميرا فلكيه مختصه لتصوير الغازات الهيدروجين المتأين، الاكسجين، الكبريت. بعد يجي هنا بيها فلتر، فلتر خاص بعزل التلوث اللايت بوليشن، هذا التلوث الضوئي. حلو. يعزله بهذا الفلتر ويعطيني الهدف اللي اريد اصوره. هذا الفلتر بس يصور لي الهيدروجين المتأين والكبريت، ممكن الاكسجين والى اخره. جميل. بعد يجي التلسكوب، هذا التلسكوب اللي هو اهم العده بالتصوير الفلكي، اهم قطعه خلينا نقول بالضبط، اهم قطعه اللي هو هذا التلسكوب. هذا التلسكوب يعني هي اكو قصير واكو اكبر واكو قطره يختلف، بس هذا اللي اني مشتريه اصور باهداف بسيطه حجمها. هسه بعدها ورا التلسكوب يجي هذا التلسكوب الصغير، هذا جايد. هذا جايد انه يتبع الهدف اللي اريد اصوره وينطي اشاره لقاعده التلسكوب يقول له انه التلسكوب ثبت لي على هذا الهدف وصور لي لفتره لنفرض 5 دقائق او 10 دقائق. حلو. بعد يجي قاعده التلسكوب هذه البيضه مثل ما تشوفوها، يركب فوقها الاجهزه. وهذا التلسكوب القاعده العفو هذه خلي اشرح لكم شيء بسيط عنها، انه هذه انا اريد الارض ثابته او السماء ثابته، هذا راح يثبت لي السماء وهو يفتر ورا الهدف. اها حلو. اي بالضبط، هذه كل ما يعني اكو فد شغلات تسهل عليكم بالضبط، هي هذه الاجهزه كل تسهل علينا. حلو. نعم. تمام. هل التقطت صوره لاجرام سماويه او حدث او مجرات تعتبرها انت بالنسبه اليك يعني هذا الحدث كلش مهم مميز؟ يعني مميز. نعم نعم. هوايه صارت يعني، اكو مجره دوام اسمها صار بيها سوبر نوفا. شيء بسيط، سوبر نوفا اللي هو نجم ينفجر ينتهي عمره، شلون البشر من ينتهي عمره يتوفى، نفس الحاله النجوم. النجوم من تصير لونها حمراء تقريبا راح تنفجر، من تنفجر يصير سوبر نوفا بداخل هذه المجره. فهذا الحدث كان كلش مهم بالنسبة لي، صورت هذا الحدث بداخل المجرة، كنا بالكويت بالديجيلي وصادفنا هذا الحدث وكان حدث كلش حلو مميز بالنسبة لمحمد. بالضبط بالضبط. حلو. كان مميز. شلون يتفاعل التصوير الفلكي مع علم الفلك؟ هي دراسة يعني، التصوير الفلكي دراسة انه علم الفلك، علم الفلك يدرس تحركات النجوم، تحركات الكواكب، تحركات المجرات، شنو ممكن يصير بالمجرة خلال السنين الجاية. فهذه كلها تلسكوبات ومراصد كلش كبيرة وتلسكوبات راديوية ممكن يدرسون عن طريقه. طيب يعني تشارك بالتنسيق مع علماء فلك أو هواة بهذا المجال؟ يعني لا، هواة إيه ممكن، علماء صعبة. صعبة بالضبط. أي بس يعني هواة. العلماء مهتمين أكثر شيء بالعلم الفلك. طيب. يعني هوايتي التصوير الفلكي تختلف عن علم الفلك بهواية. طيب. طيب أهم أكو كواكب ومجرات أنت تحلم تصورها بالمستقبل؟ هي كوكبين بالحقيقه، كوكب المشتري وكوكب زحل. ليش اريد اصور ذني خاصه الاثنين؟ كوكب المشتري هو اكبر كواكب المجموعه الشمسيه. نعم. يسموه كينج سولار سيستم، هو الملك او العملاق للمجموعه الشمسيه. هذا كوكب غازي وكبير وبه حلقات اللي هي العفو مو حلقات وانما اعاصير به. هذا بالنسبه لكوكب المشتري. كوكب زحل هو من احلى الكواكب، سيد الخواتم. هذه الحلقات اللي موجوده حوله وبالنص الكوكب، هذه حلقات متكونه من جليد وحجر احجار. فانا اريد اصوره بدقه كلش عاليه حتى اطلع بصوره كلش حلوه. يعني سابقا ما مصوره ما مجرد؟ مصوره قبل بس يعني مو بدقه عاليه. اني اتوقع شوف الصوره لك على انستغرام منزلها. بالضبط، منزل المشتري والزحل. بس سابقا هاي لان هسه اتجهت لتصوير السدم. حلو. اي نعم. طيب شلون تشوف تاثير الصور مالتك على الجمهور؟ تاثيرها كلش كبير. يعني هوايه ناس تجي، يعني العفو هوايه اسئله ناس تسالني انه هذه الصوره اللي دا انزلها اني للسديم او مجره، انه هذه حقيقه ولا لا؟ اكثر الجمهور يسالني هذا السؤال. صح، ما يفرق بين الحقيقي وال بالضبط، لان هي كانما لوحه ومسحبه من جوجل وجاي بس انا معدل عليها، فانا اشرح لهم بفيديو معين بسيط. انت لازم توثق طبعا حتى تثبت انه انت اللي بالضبط مصورها. لازم اوثق من انا اروح التخييم اصور التلسكوب الاجهزه اللي شلون دا اصورها، خلال التصوير افتح لايف حتى ناس تصدق. اكيد. فالصور من اكملها اكو ناس تعرف بيها كانوا حاضرين باللايف، اكو ناس لا يعني ما يعرفون، لازم اراسلهم او انا اكتب لهم بالتعليقات. طيب برايك الصور اللي انت تنشرها هل عززت اهتمام الناس بالفضاء؟
اي يعني كلش، مو بس انا يعني هواي هواة مصورين فلكيين يعني هواي عززت خاصة التلسكوبات. من نصورها الناس تبدي تتساءل انه شلون احصل هذا التلسكوب، ولو شيء بسيط ابدي اكتشف اني اللي صح. اللي الناس اكتشفته وانا بعدني هيك يعني بصور طيب. هواية سوت يعني حركة بهذا المجال. حلو. نعم. نصيحة للمصورين المبتدئين واللي حابين يدخلون هذا المجال. نصيحة بسيطة. نعم. قبل ما تشتري تلسكوب لازم تدرس الموضوع ولو بشيء بسيط، يعني مثلا شنو التلسكوب، شنو الماونت، شنو القاعدة، تدرس السماء يعني من الشروق ومن الغروب حتى انت تعرف من تشتري تلسكوب تقدر تصور براحتك، ما تظل تسأل هذا وذاك وممكن تنتظر أسئلة منهم. والفشل أهم شيء، إذا أنت فشلت أبد لا تتوقف، كمل 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 طريقك لحد ما توصل اللي أنا وصلته ولحد ما توصل الهواة أو المصورين كلهم اللي وصلوا. حلو. طيب بالأيام الجاية شنو راح يفاجئنا، بشنو راح يفاجئنا محمد؟ ولو شيء حصري هذا. طيب. لكم هذا مذنب اسمه سون شينشان، هذا اسم اسمه صعب اسمه صعب بالضبط قوم احفظ اسم صيني على اسم مرصد بالصين، رصدوا هذا بسنة 2023 فسموه على اسمه اسم المرصد. طيب. هذا المذنب هسه هو قريب يم الشمس. احنا ليش دائما نصور مذنبات؟ نصور مذنبات لان المذنب بكل بساطه هو عباره عن غاز وغبار. كل ما يتقرب يم الشمس يترك ذيل وراه، ذيل. طيب. من الجليد. فاحنا لازم نصور الذيل هذا ونفسه الهدف اللي هو المذنب الحجر الكبير. يعني لازم تظل تنتظر الى ان بالضبط لازم اظل انتظر اصور هذا المذنب ممكن لحد ما يتقرب يم الشمس اقدر اصوره بشكل واضح. مثل ما ذكرنا من البدايه هو صاير بالافق. هذا هم تحدي من البدايه ذكرت لكم انه المذنبات كلش تحدي كبير لانه قريبه بالضبط قريبه من الافق. قريبه من الافق. نعم. هل هناك مجالات جديدة في التصوير الفلكي ترغب باستكشافه مثل تصوير بواسطة أشعة تحت الحمراء أو الأشعة السينية؟ نعم، هي هذه ما نقدر نصور احنا بصراحة، لا هذا التلسكوب ولا أي تلسكوب حاليا أرضي يقدر يصوره. نعم. بس التلسكوب اللي هو جيمس ويب هذا آخر تلسكوب وآخر ما وصل للعلماء أنه خرجوا تلسكوب أو صنعوا تلسكوب وخرجوا خارج الأرض، هو بس هذا الوحيد اللي يصور الأشعة تحت الحمراء، لأن الأشعة تحت الحمراء يحتاج لها إلى الأجهزة تبريد كلش عالي، ممكن توصل 266 درجة تحت الصفر، يلا تقدر تصور الأشعة تحت الحمراء. طيب كلمة أخيرة توجهها لمشاهدي قناة زاكروس الفضائية وبرنامج هاي شباب. نعم، من خلال برنامجكم هذا، من خلال برنامج هاي شباب كلش أشكركم على هذه الاستضافة، ومن خلالكم من خلال برنامج هاي شباب هواي ناس راح تتساءل شلون محمد وصل القصة نجاح تصوير السدم والمجرات، وعن طريقكم راح امدح لهم بكادركم وبقناة زاكروس وبهذا البرنامج راح يجون يسألوني وان شاء الله راح يحصلون اللي انا وصلته. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، نورتنا اليوم. شكرا ست، شكرا لك. اكيد اهلا وسهلا بك من جديد. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم ويانا. وصلنا وياكم اعزائي المشاهدين لختام فقرة قصة نجاح، خليكم ويانا لكن بعد الفاصل بفقرات اخرى. مشاهدينا اكيد رجعنا وياكم لاهم الفقرات، واكيد ويانا فقره لايف ستايل. وبهاي الفقره مثل ما تعرفين راح تكون مخصصه للشباب والبنات في مختلف الاهتمامات والمجالات. اكيد يا علي، موضوع لايف ستايل لهذا الاسبوع يتحدث عن احدث التقنيات المستخدمه في زراعه الحاجب. اذا مشاهدينا خلونا نتعرف على اكثر تفاصيل بهذا الموضوع وبعدها راجع لكم. وياكم الدكتور الاختصاص رسل علي العواجي، اختصاص بالامراض الجلديه والتجميل والليزر، واليوم راح احكي لكم عن موضوع زراعه الشعر للحاجب تحديدا. في غضون السنين القليله الماضيه لاحظنا تطور سريع في التقنيات الحديثه لزراعه الشعر،
الأسباب بالتطور بهذه التقنيات هي للحد من المضاعفات ولضمان نجاح العملية، خلينا نقول بنسبة 85 إلى 90%. من هذه التقنيات طبعا هي التقنية القديمة اللي كنا معتمدين عليها اللي هي تقنية الشريحة. ناخذ شريحة من منطقة معينة من المنطقة المانحة ونخليها على المنطقة المستقبلة. هذه راح تكون طول الشريحة ما يقارب 20 إلى 25 سنتيم، بالنسبة لعرضها راح يكون 1 إلى 2 سنتيم. بالتالي فترة النقاهة ما بعد العملية راح تطول، فهذه التقنية تقريبا قل استخدامها. التقنية الثانية هي تقنية المايكرو، المايكرو دوت، هذه نقدر نعتبرها أحدث تقنية حاليا متطورة، أنه نقلل قطر القنوات اللي ناخذ من عندها بصيلات الشعر اللي راح تكون تقريبا 0.7 قطر القناة اللي ناخذ من عندها بصيلات حتى تقلل لي فترة النقاهة ما بعد الزراعة. التقنية الثالثة هي تقنية الاقتطاف، يعني ناخذ احنا بصيلات الشعر من المنطقة المانحة ونوديها على المنطقة المستقبلة، هم نقللت للقطر مال القنوات إلى أصغر حجم ممكن. التقنية الحديثة الحالية هي تقنية السافر ميثود أو سافير، اللي هي تستخدم تقنية الياقوت، ما يعني مثل القلم موجودة بها ياقوتة، تستخدم بها يستقطعون البصيلات بأصغر حجم قطر ممكن حتى ما نسبب ضرر وتلف بالمنطقة المانحة. اللي عند الريسيرش اللي حاليا بعدهم يطورون بها، التقنية الأخيرة هي تقنية أقلام تشوي، بنفس الوقت أنه هو يستخلص البصيلات من المنطقة المستقبلة المانحة العفو، يوديها للمنطقة المستقبلة بنفس الوقت بأقل تايم ممكن. طبعاً بالدرجة الأساس لازم اختيار البيشنت أو المراجع اللي راح يخضع للزراعة جداً ضروري، ولازم نعرف الهيستوري أو التاريخ الطبي مالته والأمراض اللي يعاني من عدها جداً ضرورية. الخطوة اللي بعدها تحديد المنطقة المانحة اللي راح أخذ منها بصيلات الشعر. التحديد المنطقة اللي راح أزرع بها البصيلات لازم تكون صحية تماماً وخالية من الأمراض. بعدها تبدي مرحلة الزراعة، ولازم نحدد لهم التعليمات والأمور الخاصة ما بعد الزراعة. طبعاً إذا تم اختيار التقنية الصح والمراجعة الصح واللي خالي من الأمراض، فغالباً تتم العملية بنجاح، ونسبة نجاحها تكون 85 إلى 90%، فهي جلسة واحدة ما يحتاج لجلسة ثانية. الدرجة الأساسية حتى تنجح عملية زراعة الشعر، تحديداً الحاجب طبعاً، ماذا نقصد على فروة الشعر أو فروة الرأس، الحاجب لازم أحدد 3 عناصر رئيسية راح تعتمد عليها للنجاح مع العملية، اللي هي اتجاه الشعرة وشلون راح يكون، لأن هذا حاجب موجود بالوجه تمام وعنده فد نمو محدد أو اتجاه محدد، فأول عنصر هو اتجاه الشعرة. العنصر الثاني زاوية نمو الشعرة، جدا مهمة، لازم أحدد إن هذا نشقد أخذ الزاوية المناسبة بحيث لما أجي أزرع ما راح تغير لي لا من شكل الحاجب ولا من شكل المراجع ككل. العنصر الثالث هي الشعراية اللي أنا راح أختارها من المنطقة المانحة، لازم تكون خفيفة ودقيقة على الأقل، مناسبة لنفس ثخن أو شكل الشعرة مال الحاجب حتى ما تنشز عليها من تكون من تنمو وتكبر. ننقل البصيلات إذا توفرت لها الظروف المناسبة، العناية الصح، الوقاية ما بعد الزراعة الصح، فأكيد راح تبقى البصيلة تنمو بطريقة صح وممكن تبقى مدى الحياة إذا ما أثرت عليها ظروف خارجية. قبل زراعة شعر الحاجب لازم المراجع يكون عنده وعي وعلم بالعملية اللي راح تتم أو بالتقنية اللي راح نستخدمها وياه، والأهم شيء هي التعليمات أيضا، طبعا العناية والنظافة والتعقيم هذا ضروري، وأثناء العملية أيضا ما بعد العملية التعليمات جدا مهمة، يعني مثلا شو وقت يغسل المنطقة، شو وقت ممكن أن يحرك المنطقة ويمد إيده عليها. غالبا احنا زراعة الحاجب وخصوصا بالتقنيات الحديثة تكون بأقل فترة ممكنة، يعني بعد 3 أيام هو ممكن يقدر يغسل ما عندنا مشكلة، لكن يكون تغسيل بطريقة بسيطة جدا. معدل نمو الشعر أصلا نبلغه أنه راح يتم بعد 3 إلى 6 أشهر كحد نهائي ممكن يقدر يحكم على العملية ناجحة أو لا.
نهاية الفقرة أحب أقدم شكر لقناة زاكروس وريكادرهم البديع على تقديم فرصة وإتاحة فرصة لنا حتى نقدم لكم المعلومات العلمية الصحيحة فيما يخص موضوع زراعة الشعر. كل الموفقية والتقدم لهم يا رب. بكم من جديد بفقرة لايت، وأكيد اليوم نحن نهتم بأهم التفاصيل الخاصة بالتسويق الرقمي وأيضاً هوس السوشيال ميديا. ومثل ما تعرفون أكثر الناس التجأت بالآونة الأخيرة إلى التسويق الرقمي والسوشيال ميديا، وأكو ناس نجحت وأكو ناس فشلت. اليوم حبينا نستضيف الأستاذ أحمد الطائي مختص بالتسويق الرقمي وأيضاً حاصل على شهادة معتمدة من شركة ميتا بزنس. وضيفنا اليوم أحمد الطائي راح يحدثنا عن التسويق الرقمي والسوشيال ميديا وشون قدر ينجح بهذا المجال. فيسعد مساك أستاذ أحمد ونورتنا، وإحنا كلش سعيدين بوجودك ويانا. مساء النور والعافية عليكم وعلى الأخوة المقيمين على هذا البرنامج، وأشكركم على هذه الدعوة اللطيفة. مبدئيا أنا أحمد الطائي، خبرة 3 سنين في مجال الماركتينج على السوشيال ميديا والماركتينج الديجيتال، حاصل على 3 شهادات تعتبر معترف دولية. الأولى من شركة ميتا بزنس اللي هي الشركة المعتمدة داخل الانستغرام والفيسبوك في تنظيم الإعلانات والسبونسر اللي هسه معروفة باسم السبونسر. الشهادة الثانية من معهد الإدارة البريطاني، والشهادة الثالثة من معهد الإدارة الألماني. الغاية من هاي الشهادات انه هي يعني مثل ما نعرف انه هو تسويق وجهات نظر، وكل شخص وكل مسوق له وجهة نظر، فأنا حبيت أجمع هاي وجهات النظر بمجال عملي وأوظفها يعني كثقافة عامة، انه من تكون عارف كل وجهات النظر وتجي توظفها فهذا حيكون اكيد بخبرة وبصح فد اشياء يعني ايجابية. نعم، التسويق الالكتروني اليوم بين النجاح والفشل، احنا نلاحظ انه اكيد دائما البدايات صعبة، فشلون كانت بداياتك وشنو اللي جذبك بهذا العالم؟ انا بدايتي كانت البيج مالتي، يعني انا كان عندي ستور ابيع بي اشياء متنوعة، فبديت انه سوي سبونسر يعني بخبرة بسيطة. نعم. شفت الموضوع انه هو مليان تحديات ومليان انه مثل ما نقول اكشن، يوم تكون ربحان بسبب التسويق، يوم تكون خسران بسبب التسويق، بسبب الاجور اللي تدفعها للسبونسر. فيعني هذا الشيء انه انا حبيت ادخل بهذا التحدي. بعد ما دخلت بهذا التحدي حبيت اكتسب خبرة اكثر، حبيت اطور نفسي بالمجال لحد ما اكتسبت الخبرة الكافية، والحمد لله هسه انه اني مستعد ويعني اسوي كل الحملات الاعلانيه بمختلف المجالات، ومثل ما نقول يعني واصل مرحله بها. الله يرزقك يا ربي. اريد تحكي لنا شلون اليوم اني كصاحب مشروع شلون اقدر استفاد من السوشيال ميديا؟ هي احنا كصاحب مشروع يعني كل صاحب مشروع يسوق لنفسه، يعني احنا مختصر التسويق او تعريف التسويق بشكل مختصر انه هو انت توصل للجمهور المستهدف. فالسوشيال ميديا هي احد الادوات اللي توصلك للجمهور، من خلالها تقدر توصل لجمهورك، وبما انه انت وصلت لجمهورك فانت سوقت لمشروعك. صح، فهذا هو اداه السوشيال ميديا بالتسويق. مثل ما عندنا اعلانات شوارع، اعلانات تلفزيون، عندنا اعلانات سوشيال ميديا، وتعتبر هسه هي بهذا الوقت هي الاهم، بسبب انه يعني هسه احنا ممكن واحدنا احنا كشباب حتى ككبار ما يقضي له نص ساعه على التلفزيون، بينما على السوشيال ميديا ممكن يقضي له 5 ساعات فما فوق يوميا. نعم، فهذا السبب ان السوشيال ميديا اداه مهمه بالتسويق. نعم، اليوم احنا نشوف اكثر الشباب طبعا اكيد يهتمون ببعض التطبيقات وبعض الحاسبات بانواعها. اليوم انت شو تشوف انه الشاب لازم يكون عنده فد مهارات معينه حتى يبدي يبرز بهذا المجال؟ اليوم شو تشوف انه اهم الادوات او اهم المهارات اللي لازم تكون عند الشاب حتى ينجح في مجال التسويق؟ اهم الادوات اللي ينجح بمجال التسويق يعني هي مو فد اداه معينه، التسويق قلت لك انه هو اكثر من طريقه حتى نوصل للجمهور المستهدف. نعم، بس تعتبر السوشيال ميديا هسه هي من اهم الطرق، بسبب انه احنا يعني قاضين وقت من يومنا هواي عليها. نعم، فهي تعتبر هسه السوشيال ميديا هي يعني الاداه الانجح بالتسويق الرقمي. نعم، طيب اكيد كل الحملات اللي تقوم بها اكيد بيها تعليقات سلبيه، شلون تتعامل ويا هاي التعليقات والانتقادات اللي تحصلها بحملاتك اللي تسويها؟ اذا يعني تلاحظ عندي انا يعني رتله بحرف الراء، فهاي انا هواي اشوف عليها تعليقات.
يعني الموضوع انه اقراها بس ما عندي اي مشاعر اتجاهها، مجرد انه اقراها وخلاص. هاي يعني اذا ظل على كل تعليق تكون يعني يسبب لك جزء من المشاعر وجزء من الحزن، هذا شيء هذا على المستوى الشخصي. انا دا احكي على المستوى المادي او المستوى الحمله اللي انت قايم بيها. يعني قصدك مدى نجاح الحمله؟ يعني الحمد لله الحملات اللي دا اسويها كلها دا تحقق نجاح ودا يتفاعلون وياها بشكل ايجابي. والسلبيات اللي تلقاها بالتعليقات؟ أجهلها، بس قلت لك يعني نادرا ما ألقى شغلات، يعني بخصوص إنه تطبيق الحملات الإعلانية ومدى نجاحها قليل ما ألقى يعني تعليقات سلبية، لأن هي الحمد لله أن تكون يعني كاسبة رضا الجميع، أن تكون ثابتة جدارتها بنجاحها. نعم أكيد مرات السوشيال ميديا هو عالم، إحنا نعرف به أنه ببعض الأدوات اللي تم تحديثها بين فترة وأخرى، وأكيد لازم تكون على اطلاع أنت بجميع الابتكارات أو بجميع التحديثات اللي تحصل. هل عندك فد يعني غاية معينة أو اطلاع مستمر على أهم الأحداث اللي بالدعاية والتسويق، وخاصة اليوم نعرف أهمية السبونسر والدعاية في داخل هذا المجال؟ شنو الأهم الابتكارات اللي تحاول تطلع عليها وتحسن من شغلك؟ أنا هي كهواي مصادر إنه حتى تعرفك على هذا الشيء. نعم. بس أنا بما إنه ما أخذ عضوية بشركة ميتا، نعم. فهو بين فترة وفترة حينزلون التحديثات على شكل محاضرات، نعم. أو على شكل يعني يعطوكم إشعارات. يعني. بالضبط. نعم. يعطونا الإشعارات حتى نطلع على هاي التحديثات. نعم. طيب أريد نعرف شاء الله من عندك أنت شلون تبدي بمشروعك، أو مثلاً إذا استلمت شركة حاليا، انت استلمت الشركه واستلمت الحملات مالتها، شنو اول شغله تبدي بيها؟ فاحنا بالتسويق يعني هي اكو مراحل حتى نوصل للهدف التسويقي. احنا مبدئيا انه اي شخص عادي ما راح يعرفنا، فاول مرحله ان انت تعرف عن نفسك، يسموها حمله اويرنس، حمله وعي. هاي الحمله شغلها انه انت تعرف المنتج او البراند او الشركه مالتك عن الجمهور المستهدف. بعد هاي المرحله تبدي مرحله بناء الثقه، انه انت حتى تكسب ثقة هذا الجمهور المستهدف لازم توجه حملتك الاعلانية بهذا الاتجاه. بعدها ما تبدأ يعني مرحلة المبيعات اللي انت حتى تحقق الهدف التسويقي توصل مرحلة المبيعات، وبعد مرحلة المبيعات حتى تكون محافظ لازم انت عندك شيء اسمه خدمة عملاء يكون فعال، حتى انت تبقى يعني شلون هذول الجمهور المستهدف انت محافظ عليهم وتوصل الجمهور جديد. طيب انت عندك فريق عمل، يعني الفكرة تبدي من يمك، التصوير يبدي من يمك، كل تفاصيل العمل او تفاصيل الحمله تبدي من يمك انت؟ التخطيط مالتها يعني كل التفاصيل يبدي من يمي. بس التنفيذ اكيد انه انا ما راح اكون واحد يعني قادر على انه كل هاي الشغل، فراح اخطط عن الحمله واكو تيم كل واحد يشتغل من جانب وهم كلهم باختصاص، وراح يكون الشيء يعني الموضوع يرجع علي وبشرافي. نعم احنا لاحظنا انه المسوقين موجودين هواي، والشركات هواية، والتواصل الاجتماعي أكيد عالم بحد ذاته. اليوم شنو نشوف أكثر الأخطاء اللي يرتكبها المسوق؟ يعني اليوم إحنا بعض المسوقين نشاهد إنه عندهم فد أخطاء معينة. اليوم أهم الملاحظات على الأخطاء اللي يرتكبها المسوقين أو أصحاب الشركات أو أصحاب التواصل الاجتماعي. هي هاي شغلة يعني صراحة تسألك شجاع جرا، يعني كنت هواي يعني من عدا هواي نزل بها على السوشيال ميديا. نعم. يعني أغلب الناس إنه المبتدئين، ما أقول المحترفين، المبتدئين يراجعون عن طريق التليفون. نعم. وهذا شيء كلش غلط. الحملات الإعلانية على السوشيال ميديا عن طريق الحاسبة الميتا بيزنس الأدز مانجر بيها تفاصيل يعني أضعاف اللي موجودة بالتليفون. أكو فرق ليش يعني بالتسويق بين الحاسبة والتليفون؟ فرق كبير. نعم. يعني قلت لك إنه عن طريق الحاسبة باستخدام الأدز مانجر واستخدام الميتا بيزنس يعني السكشنات أكثر. أكو أشياء أضعاف ما موجودة هي بالتليفون، يعني استراتيجيات ما موجودة. يعني مثلا بالتليفون اكو بس 3 اهداف من الحملات الاعلانيه، بينما عن طريق الميتا بزنس انه 7 اهداف، وبداخل كل هدف تقدر تسوي استراتيجيه موسعه. فهذا الشيء هو اللي يخليك انه انت المبالغ اللي تصرفها تكون مردودها المالي وارباحها يعني شيء راضي، انه شيء مرضي بالنسبه للمشروع او بالنسبه لصاحب الشركه اللي احنا نروج له. فيعني فرق كبير بين التليفون والحاسبه، وهاي اهم شغله انه حاب اوجهها للمبتدئين بهذا المجال، انه يتعلمون على الحاسبه افضل. نعم. طيب. احنا اكو فد نقطه مهمه طبعا ذكرتها، انه الحاسبه يمكن بها ادوات اكثر، فهذا الشيء يمكن يأهل المتسوق الى عده خيارات، وبالتالي يقدر يسيطر على موضوع الترويج بشكل افضل مما هو على التليفون. يعني اليوم احنا بنشوف خيارات الحاسبه تيح للشباب سهوله بالتعامل التسويق.
هي مو سهولة، هي بالعكس معقدة أكثر من التليفون. نعم. بس نتائجها مرضية أكثر. نعم. لأن قلت لك السبب إنه أكو هواي استراتيجيات تقدر تسويها ما تقدر تسويها بالتليفون. نعم. وهاي الاستراتيجيات تكون يعني فائدتها ومردودها المالي والأرباح بطريقة يعني لطيفة. طيب خلينا نبتعد شوية عن التسويق الإلكتروني. اليوم أنا كصاحب محتوى، اليوم عندي محتوى وما أريد أروج، ما أريد أدفع فلوس حتى أوصل للعالم. أكو في الطرق محددة أو معينة إنه أوصل للعالم بطريقة أسهل من دون ما تكلفني حتى مادياً؟ أكيد أكيد، هي أكو طريقتين بالوصول يعني داخل منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. أكو طريقتين من الوصول، الوصول المدفوع اللي هو يكون عن طريق السبونسر اللي أنت تدفع مبالغ تجاهه، والوصول المجاني اللي هو يكون عن طريق الخوارزميات. الخوارزميات شلون تشتغل؟ انه هسه احنا نوبات نشوف فيديوهات واصله الاف ملايين بدون اي سبونسر وبدون اي حمله اعلانيه. صح. هذا شيء بسبب الخوارزميات. الخوارزميات اللي هاي حتى معلومه مهمه تكون مفيده بالنسبه للناس اللي تشاهد، الخوارزميه الشغاله بهذا الوقت انه معدل ساعات المشاهده كل ما زيد كل ما زاد انتشار الفيديو. يعني مثلا يعني ممكن ان تقتصر على قدر توجه الجمهور. توجه الجمهور هاي نقطه، والنقطه الاهم انه معدل ساعات المشاهده، انه كل ما يكون المشاهد يكمل الفيديو للاخير وده يتفاعل وياه وده ينطي لايك تعليق كومنت شير، هذا الشيء راح يساعد بوصول المجاني. كل ما يكون الفيديو اقصر تقصد؟ هو بغض النظر اذا كان اقصر او اذا كان اطول، بس هسه الناس تسوي الفيديو قصير حتى يكملون الناس الاخير حتى ما يصير اكو ملل. هاي يعني هي احنا هسه احنا الدارج مثل ما نقول انه الفيديو القصير يطش بسرعه او يزيد وصوله بسرعه، بس هو مو هيك، انه هو يعني الفيديو القصير يعني شلون اقول لك العالم بسهوله توصل لنهايته ما يصير بملل، لهذا السبب انه هو ينتشر ويزيد وصوله. طيب شنو الافكار اللي نقدر نخليها ببدايه الفيديو حتى نقدر نخلي المشاهد يشاهد الفيديو للاخير بهاي الحاله حتى اوصل بمستوى اكبر للمشاهد؟ يعني هو احنا هاي بدايه الفيديو احنا نسميها الهوك اللي هي اول 3 ثواني من الفيديو. ها هي اللي راح تحدد مصير الفيديو، اما حيكملون الناس يعني حينشدون حتى يكملوا للنهايه او راح يتجاوزون من البدايه. تعرف احنا بالسوشيال ميديا احنا كل واحد انه ما يبقى بالفيديو خلال هيك يعني اجزاء من الثانيه، فهاي اللي بدايه اللي هي الهوك لازم تكون فد شيء ملفت وجذاب حتى تسحب المتابع يكمل الفيديو للنهايه، وبالتالي حتى تحقق الهدف اللي هو انه يزيد وصول الفيديو. حلو. طبعا اكيد اهم شيء واهم نقطه الناس تريد تعرفها عن شخصك انت، او كسؤال شخصي اليوم شلون قدرت او تقدر تحدد وقتك للعمل؟ يعني اليوم متطلبات العمل يجوز ساعات طويله، فانت شلون قدرت تنظم بين وقتك والعمل؟ بعد هو انا بالنسبه لي يعني شويه موضوع مختلف، ما عندي وقت ثابت للعمل. نعم. انه انا ما ملتزم بدوام وبصمه وهاي التفاصيل. نعم. يعني ايش وقت ما اكون انه مزاج اوكي وتمام ورايق ومستعد انه انا اخطط هاي الحمله. نعم. اقعد اخطط لها عسى ما كانت انه بثلاث الفجر او بالاربعة. نعم. فيعني ما محدد نفسي بوقت معين حتى اكون مقيد، ايش وقت ما اشوف نفسي مناسب المزاج اسوي التخطيط لهاي الحمله فراح اسوي. ايش تقدم نصيحه للشباب اليوم؟ والله اقدم لهم نصيحه انه اهتموا بالسوشيال ميديا، لان يعني هسه هي يعني كنز، انه ممكن تصير بي مشاريع وهواي ناس سوت مشاريع بالسوشيال ميديا. نعم. وحققوا من عنده ارباح وحققوا من عنده يعني هواي مبيعات بحيث اللي خلتهم يكونوا واصلين المستوى، سواء اذا كان صاحب مشروع او سواء اذا كان صانع محتوى. فالسوشيال ميديا هي هسه انه العالم متجه لها بسبب انه فائدتها. طيب اهتموا بالسوشيال ميديا، و يعني اهتموا بالسوشيال ميديا بشيء ايجابي مو سلبي اكيد، يعني ما راح انه تضيع وقتك بدون فائده، لا هذا الشيء حيكون ايجابي، بس اكو اشياء سلبيه تقدر تستفاد منها. طيب هل ممكن انه يتطور التسويق الالكتروني بالسنوات القادمه؟ هو تقريبا يعني بالسنه الاخيره، قبل سنه خلينا نقول بالعراق تطور بشكل كبير، وهسه ده يتطور اكثر يوم بعد يوم. ممكن لي وين يوصل؟ يعني انا اشوفه يوصل انه كل مشروع راح يسوي بيج وراح ينافس بيه على السوشيال ميديا. بسبب انه هسه الناس قامت توعى وقامت تعرف انه السوشيال ميديا لها اهميه بنجاح المشروع. اكيد. فانا يعني معتقد انه يوصل الموضوع لحد ما انه يكون كل المشاريع التجاريه لها بيجات على السوشيال ميديا وينافسون.
طبعا اكيد نشكرك ضيفنا على هذه الفقره واستمتعنا اكيد بالحديث وياك. اكيد نورتنا اليوم احنا، فرحانين بوجودك ويانا واستمتعنا من هاي المعلومات الحلوه اللي قدمت لنا اياها. شكرا جزيلا، ان شاء الله تكون معلومات مفيده لحضرتكم والمتابعين، وانا اشكركم على هاي الدعوه. شكرا لك. اذا اعزائنا المشاهدين لازلنا مستمرين وياكم وفقراتنا، خليكم ويانا لكن بعد الفاصل. عدنا معكم أعزائي المشاهدين من جديد وبفقرة رسالتي، هذه الفقرة اللي يوجه من خلالها الناس رسالة إلى عامة الجمهور. شنو رسالتنا لهذا اليوم يا رونق؟ والله أكيد رسالتنا اليوم طبعاً أكيد تتحدث عن المتزوجين ونجاح الحياة الزوجية. مثل ما نشاهد بالآونة الأخيرة شباب، إحنا نشوف هواية حالات من الشباب ما يعرفون شلون ينجحون حياتهم الزوجية. صحيح. طبعاً أكيد كل واحد إلى رأيه الخاص، ممكن أن تكون حياة الزوجية بها فقرة معينة تنجح الزواج. برأيك علي اليوم مثلاً شنو اللي يخلي الحياة الزوجية ناجحة؟ أنا أشوفك هواية أسباب. نعم. أول سالفة أريد أبدي بها، بما أنه أنا الولد الوحيد خلي أدافع شوية عن الشباب. أخذ راحتك. الثقة، الثقة لازم تكون موجودة، ثقة بين الرجل والمرأة. نعم. هاي مشكلة الشباب كلهم طبعاً. لا أكيد مشكلة النساء كلها. والنكد. نعم. أغلب الشباب هسه من يشوفيه يقول لك هواية تنكد علي، هواية تسوي مثلا مشاكل بالبيت، تنتقل لهوايه مواضيع تخصني، تتدخل بهوايه شغلات. ومثل ما تعرفين بالاونه الاخيره يعني الشباب انفتح على التكنولوجيا والتطور وعرف هاي التفاصيل الحلوه وقام يحب يشعب ويتجه للمكانات مثلا ما متجه لها سابقا. ومثل ما تعرفون اعزائنا المشاهدين شبابنا شويه بما انه طلعوا على الغرب شويه حبوا يقلدون، يحبون ينطون مساحه لنفسهم. وانتم كنساء اغلب النساء تحب انه من يكون يمها شخص يكون لها وبس. نعم. لا يطلع لا يطوب. انا هاي رسالتي. نعم. او انا هاي مشكله اللي طبعا علي اكيد رايك كلش حلو، بس نشوف صديقتنا إليا، يعني اليوم انت من تشوفين بعض الشباب يحاولون ان يبينون انه انه مثلا هاي طبعا احدى الزواجات الموجوده اليوم، فاكيد احنا من نشوف شباب يريدون يقدمون على الزواج، برايك شنو العناصر المهمه اللي ممكن أن تنجح الزواج برأيك؟ هلا من خلال تجربتي للزواج أنا بشوف الزواج قائم على المودة، على الاحترام. نعم. على الحب، على الشراكة. صح. مثل أكيد. ما قال زميلي علي لازم عم ينطلقوا الشباب عم يشوفوا بالتكنولوجيا عم يتقلدوا بالغرب. يعني برأيي كمان الرجل مو قادر يعطي المرأة هاي الحرية، فهي هاي أسباب النكد مثل ما حكيت إنه في نكد موجود، يعني هو ممكن متنفس. هلا أول مرة أشوف أحد يأيد الرجال. بهيتي حالك اكتشفنا النكد النساء وسببه أيضا رجال. سبب الضغط طبعا. نعم. سبب الضغط النفسي. نعم. ومو بس هيجي، اكو موضوع التقليد بالسوشيال ميديا. نعم. انه شوف مثلا هاي زوجها جاب لها سيارة، مسلسلات. ممكن أني إمكانيتي محدودة ما أقدر أوفر هاي الشغلات. نعم. فذاك الوقت حيصير خلاف بسيط ويكبر. يعني اليوم ملاك احنا يمكن نعتقد انه الدراما لها سبب ايضا اثرت على أكيد. بعض الشباب اكيد. صح. هاي لها دور مهم. يعني. لكن انا بالنسبه لي وبرايي الزواج الناجح يعتمد على التفاهم. نعم. التفاهم. صح. بين الطرفين ضروري جدا، يعني رغم اني ما عندي تجربه بهذا الموضوع لكن دا انطيكم رايي. نعم. اللي هو التفاهم جدا مهم، وما يحتاج انه تمرين بي تجربه او يعني طبين فيش تجربة. انت دا تشوفين السوشيال ميديا هسه اغلب يعني المشاهير قاموا يشتغلون مثل اطباء النفسيين. نعم. قاموا هو يعالجون مشاكل الناس ويسوون قصص ومشكلة فلانة حليناها ومشكلة فلانة ما حليناها. نعم. انا برايي يعني باختصار انه اليوم احنا دا نواجه هذه المشاكل بالنسبة للشباب حقيقة السبب الرئيسي يعود الى عدم معرفة مشاعرهم الحقيقية تجاه شريكهم قبل الزواج، وهذا أكيد هو السبب الحقيقي إنه ماكو وقت الكافي إنه الشريكين يتعرفون على بعض، شي يحبون شي يكرهون حتى. صح. يتوصلون إلى نتيجة ناجحة، وبالتالي التفاهم يجي من الوقت. يعني إذا ماكو وقت قبل الزواج لمعرفة يعني شلون واحد يعرف الثاني أكثر، بالحقيقة ما ممكن أن تنجح أي علاقة بدون معرفة. ولذلك أنا أشوف من الأفضل أن يكون كل سنين عندهم الوقت الكافي للتعرف على البعض. صح. هكي. بس أنا أخالفك بهذا الرأي. نعم. مرات مثلا المظاهر يعني أغلب الشباب مع احترامي للشباب
منتج الخطوبة يستعرض كل اللي عنده. نعم. ممكن ينطي فوق طاقته وفوق قابليته. نعم. حتى يعني يبين لها أو يبين لها حبه أو هيك. هي تعيش على هذا المستوى أو على هاي الطبقة اللي هو بين اللي هي. نعم. بالتالي تنصدم وصل المشاكل. تنخدع. بالتالي إنه نرجع لنفس النقطة وهي إنه الوقت كفيل بكشف الأشياء. أكيد. والاستمرارية كمان مفهوم المشاركة بين الزوجين هي اللي بتدعم أكثر موضوع الاستمرارية بالزواج. صح. يعني قلت المفهوم المشاركة بمجتمعنا بشكل عام لأنه شايفين لاغين كتير من دور الرجل ضمن البيت. على حساب الزوجة فكمان لا. هذا كثير بيسبب يعني برأيي المساعدة بداخل البيت أنه طبعًا. أيضا مهمة جدا. نعم طبعًا. طيب بما أنه سمعنا آراءكم خلينا نشوف آراء الناس بخصوص ما هي الرسائل اللي تقدمها للمزوجين جدد إلى هناك وبعدها راجعين. تحية طيبة لكل مشاهدين ومتابعين قناة زكرة الفضائية وتحديداً برنامج هاي شباب. رجعنا لكم مجدداً فقرة رسالتي. رسالتنا اليوم شنو الرسالة اللي توجهها للعرسان الجدد حتى يحافظون على علاقتهم ويكونون سعداء؟ أكيد راح نشوف آراء الناس وراجعينكم. الرسالة أو النصيحة اللي تقدميها للعرسان الجدد حتى يحافظون على علاقتهم وتكون علاقتهم مثالية أو قريبة من المثالية. أول شيء لازم تكون بيناتهم المودة والاحترام والحب. إذا ماكو لا احترام لا حب لا مودة هاي راح تكون نصف فاشلة يعني، لأن إذا ماكو هاي الشروط فهي راح تكون مو حلوة أبد. يعني لازم يعني شلون أقول لك بها خيانة تكون هيك طبعاً، لأن يعني بهذا وقتنا قليل قليل تلقين ذاك الحب القوي والمودة بين أي اثنين مثاليين. أهم شيء هي الثقة المتبادلة بين الطرفين، والأسرار يعني ماكو أسرار بينهم حتى تكون عائلة متفاهمة وماكو خلافات بين الطرفين. يعني يجب على الرجل أن يساعد المرأة. المرأة تتواجه مشاكل هواية بحياتها، خاصة هي راح تنتقل من بيت جديد إلى بيت، من بيت أبوها القديم إلى بيت جديد. تختلف الآراء، تختلف العادات والعادات الاجتماعية، العادات الاجتماعية، فيجب أن يسهل عليها الأمور. أي خطأ يصدر من المرأة فالرجل هو المسؤول، يكفيها مادياً لأن هسه إحنا زمن المادة، فإذا كفاها مادياً شوية المرأة ها لعنت في حالة المرأة المادة ما صارت بعينها وأكفت خلل بيها، إذن يبقى الرجل هو شلون يتحكم؟ شلون يتحكم؟ أكو شيء اسمه خد وعين، اسمه خد وعين. يعني المرأة ما تنعط وجه، تنخلق المشكلة بين المرأة والرجل، مستحيل ما تنخلق. يبقى لازم واحد يصير بيهم عاقل يمتص الغضب مال الثاني، عرفت شلون؟ إذا الرجل والرجل ترى هو بالنتيجة يعني كلمة طيبة خلاص يذوب كل أسلحته منتهين من عدها. زين، والله يصلح الجميع ويحفظهم إن شاء الله ويحط العقل بروسهم. الشخص إذا تزوج ويريد يتجنب المشاكل اللي يصير لازم ينسى الماضي، إنه ماضي بعد ما يفكر بيه. وإذا حب مشاكل ويريد يعني خراب يتذكر الماضي. إيه، فأي واحد أنصح يعني المتزوجين الجدد أو العرسان أو المقبلين على الزواج اللي يريد يتزوج لازم يخلي قدامه إنه الماضي خلاص. بعد كل الشباب المتزوجين والشابات المتزوجات يحافظون على علاقتهم الزوجية، يعني ما تكون بها خيانة، يعني الصداقات من الزوج راح تحصل، مثل يتعرف له على وحدة أو زوجته تتعرف له على واحد وتصير خيانات، تعرفين يعني القصد. الشباب أكيد اللي راح يشوفوني راح يسمعون هذا الكلام، من راح تصير هاي العلاقات راح يتهدم يتحطم. أول شيء العلاقة الزوجة تتحطم، البيت يتحطم، إذا مقبلين هم على أطفال الأطفال مالتهم راح يعني إذا ما يكونون الأب والأم هم اللي يحافظون على هذا الطفل أو المولود، ها يعني راح يكون متشرد، راح يعني أحداث كلش مو حلوة راح تصير بحق
هاي العلاقة الزوجية. فالنصيحة هي بالأول والأخير ترك العلاقات الجانبية، ها يبقون يحافظون على علاقة الزوج والزوجة مثل ما اختارت أنت تكون زوجة لك وشريكة حياتك تحافظ عليها. أعزائي المشاهدين لختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون استمتعتوا بفقراتنا وضيوفنا المميزين. أكيد وداع صعب علينا، لكن أكيد ننتظركم في حلقة جديدة من هاي شباب. شكرا لكم زملائي، وشكر خاص لكادرنا خلف الكواليس، وشكر خاص لقاعة زيوس الملكية الكائنة في المنصور مقابل مستشفى الهلال الأحمر. انتظرونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من هاي شباب. مع السلامة.